يقول: أنا معلم من القطر العربي السوري معار في القطر اليمني الشقيق للتدريس، وعينت في منطقة يعم فيها مذهب مخالف لمذهبي الذي هو الشافعي. وفي هذه المنطقة التي أنا فيها يصلون العشاء بعد أذان المغرب بنصف ساعة فقط، وأنا في نفسي غير مقتنع بذلك، ولكني ناقشتهم في هذا الأمر، فقال لي أحدهم بأن هناك حديثا يقول بأن صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأحمر، ويقدر الزمن بنصف ساعة فقط بعد أذان المغرب، فأصلي العشاء معهم جماعة، فهل يجوز هذا التصرف مني أم علي أن أذهب إلى البيت وأصلي العشاء بعد دخول وقته الحقيقي؟ وإذا كان لا يجوز أن أصلي معهم، فما الحكم في صلواتي السابقة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. وقت العشاء الآخر يدخل في مغيب الشفق الأحمر كما جاء ذلك في الحديث. أما ما ذكرت من أنه بين المغرب والعشاء نصف ساعة، هذا لا أتصوره إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب. إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن ما بعد غروب الشمس إلى أن لا يبقى قبل مغيب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة، فإنها تصح الصلاة. المهم أنه إذا غاب الشفق الأحمر فإنه يحل وقت صلاة العشاء، فإذا صليتها بعد مغيب الشفق الأحمر فهي في وقتها. أما صلاة المغرب فيدخل وقتها بمغيب الشمس، وقت غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. ولا أتصور أن يكون بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر نصف ساعة فقط، إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن أول وقتها إلى أن لا يبقى إلا نصف ساعة عن مغيب الشفق، فيكونون قد أخطأوا حيث أخروا صلاة المغرب عن أول وقتها، مع أن الأفضل أن تصلى في أول وقتها. نعم. لو فرض أنهم يصلون المغرب في وقته ولكنهم يصلون العشاء بعده بنصف ساعة كما يذكر. هو لا يمكن أن لا يكون بين غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة. هو يقول إنهم يصلون المغرب العشاء بعد مغيب الشفق، بعد مغيب الشفق، وما دام كذلك فإنهم صلوها في وقتها، لكن يحتمل أنهم أخروا صلاة المغرب حتى لم يبقى بينها وبين العشاء إلا نصف ساعة. هذا الذي أتصوره. جزاكم الله خيرا.